شوف وربيع عايشين هني النكس وهني أجهزة شاومي الأخيرة وهني الأوبو عايشين ربيع، لكن حاجز اللغة JD.com يقدمهم يبقى لك حاجز اللغة. عندهم موقع جلوبال، أنا حاولت طبعا أعبي قبل وحبيت بالصيني وحطيت فيزا وقفوا عند الفيزا رفضوها. الموقع الصيني ما فيه، يعني شوف مثلا فيفو نكس ما يعطيك اوبشن، ما في ساعات ويا فرحتي حتى البرودكت مو موجود، يقول لك فيفو موجود كله، يعني كله كوم ومملكة شاومي كوم. يعني شاومي قدمت لابتوبات جيمنج رخيصة، أجهزة جديدة رخيصة، تلفزيونات رخيصة، لكن لا زالت الهواتف الصينية والأجهزة الصينية تحتاج تغيير للروم العالمي. ومؤخرا نزلوا التابلت الجميل مالهم هذا اللي بسعره، هو طبعا شايل السعر أكيد، يعني هو هاتف متوسط بمعالج 660. موقع بطيء، هذا موجود منه لونين، سعره 1400 يوان لي، لا في اقل بعد 1100 يوان لي نسخه 3 رام. بس خلنا مع النسخه الفير هذه، لا والله هذه اللي فير 1000 ونص، الفرق 100 هني، 1000 ونص يوان، يعني والله كوكب الصين ناس عايشين. يعني شوف مثلا هذه سياره صينيه، انا تكلمت عنها سابقا، شفتها بالمعرض، اسمها اف اف، يعني اكتب اف اف دوت كوم. سيارة صينية كهربائية كاملة، شحن لاسلكي، مصنوع من الألمنيوم، وفيها مليون سنسر، حتى بالجانب مو مراية، هذه مو مراية، هذه كاميرا، تمام، وفي آر تصور، مستخدمين فيها أعلى التقنيات. توقع حتى سعرها غالي، نشوف السعر، يعني من 0 ل 60، يعني تقريبا من 0 ل 100 كيلو متر بثانيتين فاصلة ثلاثة. والله الكهرباء أحرج الجميع، يعني شوف تسلا مثلا أحرجت السيارات، غور 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 وصوت عالي وحالتهم حالة، وتسلا هدوء سبقت الجميع. هذه السيارة كهربائية هدوء ثانيتين فاصلة ثلاثة. أيضا على القائمة سمارتيسان، إذا صح المصطلح اللي بواحد تيرا، أدري حاجة، أدري واحد تيرا ذاكرة داخلية، تمام. هذا الجهاز فلاج شيب، 8 رام، 1 تيرا يو اف اس 2.2.1، وفي ديسبلاي وفي بلاوي يعني. ايضا على القائمه المفروض انه طبعا في قذله، لاحظ في قذله بس مو واضحه، شايف؟ شنو هذا؟ تم رفسي من النظام يا جماعة، يقول انت دخلت الرقم اكثر من مرة خطأ. انا ما دخلت ولا شيء، انا شغلته بس. جيجا بايت التايوانية قدمت قطعة غريبة شوية، يعني هي موجودة بس السرعة اللي موجودة هني غريبة، اللي هي PCIe 3.0 X16 SSD. فكرتها تواجد قطعتين M2 على PCIe 3.0، ولكن السرعات اللي قاعد اقراها 6.5 جيجا بالثانية، تمام، هني 15 جيجا بت بالثانية، هذه ارقام كبيره حاليا. يعني اخر الارقام اللي كنا واصلين لها للقطعه الواحده بدون ريد زيرو كانت بحدود ال 3800 3400، لما راحت سامسونج او ديل بلابتوباتها بوضع اكثر من قطعه ريد زيرو، اللي وصلوا 4 قطع ان في ام اي، وصلنا ل 8500 على الروج مثلا، وصلنا دبلهم على جهاز الديل. لكن لما نوصل 15000 اعرف ان من يحتاج راح يتاذون مستقبلا. حاجه شوف هذا كروم، شوف مستخدم كم من الرام، انا فاتح عدد فوق، هذا طبيعي بالنسبه لي الرقم هذا. شوف الكروم حاجه 1 جي بي من الرام ماخذ. في واحد مقدم تجربه الشراء من خلال اي باي باور، وانه اشترى جهاز اي 7 جيل الثامن اكستريم بسعر 2200 دولار، عليه 1080 جي بي يو، ناخذ باقي المواصفات. هذه مواصفات الجهاز، عليه نسخة الكي اللي ممكن تسوي عليها اوفركلوك للجيل الثامن، وعليه الانفيديا ال 1080 تي اي 11 جي بي، وعليه يعني ممكن ذاكرة داخلية تحتاج تعديل 256 بي سي اي اي ان في ام اي اس اس دي، سرعته 3200 معدلة، لكن ترى وريتكم خيارات اعلى، هذا خيار عادي بالنسبة للذاكرة الداخلية، فراح تدفع قيمة اعلى علشان تحصل على ذاكرة داخلية اسرع. السعر مقدمه هذا الموقع كتجربه، ومبين ان الموقع هذا مدفوع الثمن. يعني اوريجن، اذا صح المصطلح، تقدم اجهزه بي سي ممتازه، لكن اوريجن مشكلتها غاليه. يعني مثلا تبدا من هذا جهاز اللي هو التور، يبدا من 1900، تبي تعدل عليه عليك الحسبه. هذا الموقع انا حاط لك اياه علشان تقارن، يعني مثلا هذا حاط لك 3 معالجات،
تقارن ما بينها. حاط لك هو طبعا هو وجهة نظر ان هذه قوة المعالجات. انت انزل شوف سرعة التردد، شوف القوة الكاش، انزل قارن ما بين الارقام، بعدين اختار فصل جهاز، اعتبر نفسك تفصل جهاز، يعني مو لازم تحطه على شيء، اختار اللي تحتاجه مثلا، كمل راح تلقى اسماء وارقام، اي شيء ما تعرفه اكتب اسمه بجوجل وابحث عنه، ان شاء الله راح تطلع من هذا الجهاز بجهاز قيمته 11,000 دولار. خذ المواصفات، روح بحث المكان ثاني راح تحصله بنص السعر. عندك موقع notebookcheck.net. انا قابلت صديقة نمساوي، استغربت انا من النمسا، قابلتها بواحد المعارض، يعني ما يطلع نفسه مو ظاهر. عندك في مقارنات، يعني يقدم لك الـ NVMe مقارنات ذواكر، هو قوي في عالم اللابتوب ضعيف في عالم الهاتف، يعني لا تاخذ منه هواتف. فاللابتوبات عنده تقسيمه لها، من يمين مثلا راح تلقى، او من يمين تحت راح تلقى لابتوبات الجيمنج مقارنه، لابتوبات البزنس مقارنه، يعني هو جيد، يعني بدا يضعف مؤخرا لكن هو جيد في كثير من الجوانب للمقارنه خصوصا في اللابتوبات. ختاما النوت 9، اغلب التسريبات تقول انه راح يكون 8 رام 512، استبعد هذا عن بخل سامسونج. البطارية 4000 ايضا استبعد، اذا خلوا هذه المواصفات 8 رام 512 و4000 اللي هو ستاندر الصيني، راح اقول لك عداه له بالجهاز على مواصفات الاس 9 بلس مع قلم، هذا اللي اتوقع منه، راح يكون الجهاز ممتاز. فاصل طويل شويه. سبعة سبعة 2018، تسجيل من ون بلس 6، مساكم الله بالخير. في البداية شكرا لأكثر من 5 مليون مشاهدة خلال سنة ونص تقريبا على سناب شات، وأكثر من 1,400,000 على يوتيوب للرافع اليوتيوب. شكرا لرافع اليوتيوب، ومجهز لك هدية، أتمنى منك إرسال عنوانك الجديد. سناب شات كان حلقة وصل ممتازة بيني وبينكم، فكرة العشر ثواني، فكرة التسجيل متى ما أقدر، فكرة الرسائل اللي تروح علشان ما يتم عندي أرشيف طويل، ففكرته ممتازة، كانت مناسبة للعمل اليوم. أيضا شكرا لمتابعي السوشيال ميديا الأخرى، يعني جيت تنقص، ما في أكشن هناك، أغلب الأكشن على إنستغرام وسناب، لكن شكرا جزيلا للجميع، شكرا لمتابعتي. على جدول هواتف فيفو بنسخة المعالج 700، نسخة معالج 845، أوبو فايند إكس نسخة 8 رام 128، سمارت آر 1 نسخة الـ 128 8 رام، وأجهزة شاومي الثلاثة الأخيرة. هذه السنة ما طافكم شيء، الأجهزة كلها تحديث 20% 25% عن السنة السابقة. انتظر الجديد في 2019، 5G، ذواكر جديدة، الرامات الجديدة، وحذف القذلة الغبية، وكثير من التقنيات اللي المفروض نشوفها سنة 2019. أراكم في أقرب فرصة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبت من جديد بحمد الله أوبو فايند إكس والفيفو نيكس إس والسمارتيسان آر 1 والإلجي في 35. الإلجي في 35 ثاني مرة أطلبه، أنا طلبته أول مرة أيضا بيندينج، طلع كل مشاكلي من الفيزا، فيزا مالتي طلعت خالصة، طلبته مرة ثانية بس سعره مبالغ فيه بالنسبة لهذه المواصفات، 64 ذاكرة داخلية، سعره 900 دولار بدون شحن، شوف مع الشحن كم يطلع، 952 دولار، وهذا كلام فاضي طبعا.